السلام عليكم. كما فصلنا في الحلقات السابقة، يستخدم دعاة نظرية التطور دائما لعبة الحيل اللغوية، يلعبون بالمصطلحات، وسوف نتحدث اليوم عن أحد هذه المصطلحات التي يلعبون بها، وهو مصطلح التكيف في إطار الحوض الجيني للنوع. يسميه دعاة النظرية تطورا صغيرا حتى يجدوا لكلمة التطور مكانا. لكن ما هو التكيف؟ التكيف هو التنوع ضمن إطار نوع من أنواع الكائنات الحية. ففي البشر مثلا هناك الأبيض والأسود والطويل والقصير، هذا تنوع ضمن الحوض الجيني لنفس النوع. فالحوض الجيني للنوع يتيح أشكالا مختلفة. وحتى نفهم طبيعة الحوض الجيني جيدا، دعونا نضرب هذا المثال. داخل المطبخ يوجد دقيق وسكر وزيت وبيض. نستطيع بمكونات هذا المطبخ أن نصنع صينية كيك، أو نصنع أيضا صينية فطير بالسكر. الحوض الجيني للمطبخ يتيح الصنفين معا. هذا هو التنوع ضمن إطار الحوض الجيني للنوع. عندما زار داروين جزر جالاباغوس وشاهد تنوع مناقير العصافير، المناقير تختلف بحسب طبيعة الغذاء. لو كان الأكل قريبا من الأرض يكون المنقار صغيرا، بينما لو كان الأكل بعيدا داخل الأرض يكون المنقار طويلا. ظن داروين أن ما يحصل أمامه تطور. لم يكن داروين في ذاك الوقت يعرف طبيعة الحوض الجيني للنوع، لأن تركيب الحوض الجيني للنوع لم يفهم إلا بعد قرن كامل من كتاب أصل الأنواع. فالذي كان يحدث في مناقير الطيور لم يكن تطورا، وإنما كان تنوعا وتكيفا ضمن إطار الحوض الجيني لنفس النوع. فالشريط الجيني، الشريط الوراثي لهذه العصافير، يتيح أشكالا مختلفة من المناقير. فهناك في الشريط الوراثي للعصافير هناك شفرة لبروتين يدعى بون مورفوجينيتيك بروتين 4. الجين الخاص بهذا البروتين في المرحلة الجنينية في العصفور يشفر لكل الأنواع من أشكال المناقير، وبحسب نشاطه يعطي بروتينا مميزا لمنقار محدد. يعني الجين نفسه يشفر لكل أشكال المناقير. فكل هذه التنويعات للمناقير التي شاهدها داروين تبين أنها تنتمي لنفس الحوض الجيني لنفس النوع. داروين لم يكن يفهم لا الحوض الجيني ولا الجينات ولا التشفير ولا أي شيء مما أقوله الآن. داروين كان يعتمد على رؤية سطحية بدائية أسس من خلالها لنظريته. وبعد أن تبين أن هذه التكيفات تحصل داخل نفس النوع، اضطر دعاة النظرية الجدد أن يسموا هذه التكيفات تطورا صغيرا، حتى يوحوا للمستمع إلى احتمالية تحول هذا التطور الصغير إلى تطور كبير، أي إلى ظهور أنواع جديدة. مع أننا باعترافهم لم نرصد حتى الساعة أي انتواع، لم نرصد أي ظهور لأنواع جديدة. وهناك كتيب صدر مؤخرا ترجمه مركز براهين، كتيب بعنوان الانتواع الخادع، يرد الكتيب على كل التخمينات في الحالات التي ظنوا أنها حالات ظهور لأنواع جديدة بالتطور. وبين الكتاب أنها تكيفات ضمن إطار النوع الواحد. إذن التكيف يحصل داخل الحوض الجيني لنفس النوع، والحوض الجيني يتيح أشكالا مختلفة. الحوض الجيني للنوع يتيح للبكتيريا آكلة النيلون أن تكتسب خاصية أكل النيلون متى توفر النيلون لها. الحوض الجيني للنوع يتيح مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي، وإن كانت مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي تجري بصور مختلفة. فربما مثلا تفقد البكتيريا جزءا من الشريط الجيني الخاص بها فلا يتعرف عليها المضاد الحيوي. وأشهر مثال على ذلك طفيل الملاريا حين قام بمقاومة عقار الكلوروكوين، وبعد أن توقف الأطباء عن وصف هذا العقار اختفت سلالات الملاريا الضعيفة التي فقدت جزءا من الشريط الجيني الخاص بها، وعادت السلالات الأصلية
للظهور مجدداً. فما حصل أثناء مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي كان انتكاسة وليس تطوراً، لكن كلها تكيفات تحصل ضمن إطار النوع الواحد. والأعجب من ذلك أن التجربة التي حازت على نوبل في الكيمياء للعام الماضي كانت بعنوان نظرية التطور في معمل، حيث قام مجموعة من العلماء بتقليد نظرية التطور داخل معمل. فكيف حصل هذا؟ وماذا كانت النتيجة؟ قام العلماء الذين فازوا بالجائزة بعمل طفرات في شفرة الشريط الجيني لبعض الإنزيمات داخل بكتيريا. قاموا بعمل هذه الطفرات بسرعة شديدة تحت ضغط شديد، الطفرات التي تحتاج مليار سنة يضغطونها لتحصل في شهور قليلة. نستمع الآن لكلام الدكتورة سارة لينس، عضو لجنة نوبل للكيمياء، وهي تتحدث عن هذه التجربة، ثم نخبركم بالنتيجة. Because what they have done is to really speed up the evolution. Because nature has had billions of years. But now you want the process to be possible in maybe a few weeks or a year or something in the laboratory. تقول اختصرنا بلايين الأعوام من التطور لتحصل في أسابيع قليلة أو عام واحد، فماذا كانت النتيجة؟ نتيجة تطبيق نظرية التطور لبلايين الأعوام، النتيجة أنه مع كل هذا الضغط التطفيري لم ينتقل نوع الميكروبات إلى نوع آخر، لم يظهر لنا نوع جديد، بل ولم يظهر بروتين واحد وظيفي جديد، بل ولم يظهر إنزيم واحد جديد. كل ما حصل أن بعض الإنزيمات أصبحت أكثر كفاءة ضمن إطار نفس النوع. وهذا كلام الموقع الرسمي لنوبل. إنزيم السبتلسين ظل كما هو في الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث، نفس الإنزيم داخل نفس الميكروب داخل نفس النوع داخل نفس العائلة. ما حصل هو مجرد متغيرات ضمن إطار الإنزيم نفسه، كل ما رصدناه متغيرات ضمن الإنزيم الواحد. والعجيب سبحان الله أن هذا الإنزيم الذي بدأ أنه أصلح وأكفأ تبين أن الطفرات المتكررة جعلته للكائن الحي أضعف وعمره أقصر مقارنة بالإنزيم الطبيعي الذي لم تحصل له طفرات. فالسبتلسين أصبح فقط أكفأ وأصلح لاستخدامنا نحن له في الوقود الحيوي. أما في الجملة بالنسبة للكائن الحي فالإنزيم أصبح هشا فقيرا. فنظرية التطور بعد بلايين الأعوام لم تفعل أي شيء. التطور لم يعمل. التطور لم يعمل. ولذلك يقول الداروينيان الملحدان جيري فودور وماسيمو بالماريني في كتابهما الأمر الذي أخطأ فيه داروين والداروين غوترونغ، يقولان أن نظرية التطور معيبة. وقال عن كتابهما: هذا ليس كتابا عن الله ولا عن التصميم الذكي ولا عن الخلق، ليس أيا منا متورط في شيء من ذلك. كلاهما ملحدين. يكملان: لقد ارتأينا أنه من المستحسن أن نوضح هذا من البداية، لأن رأينا الأساسي فيما سيأتي يقضي بأن هناك خطأ ما، ربما خطأ قاتل في النظرية. نظرية التطور بها خطأ قاتل. لكن يا ترى بحساب الاحتمالات المجردة كم نحتاج من الوقت لتثبيت طفرتين نافعتين في جيل واحد؟ خلونا ندع الاحتمالات تتحدث. في دراسة عجيبة نشرت في مجلة جيناتكس الدولية، قالت هذه الدراسة أننا نحتاج لتثبيت طفرتين نافعتين في جيل واحد، نحتاج في الحشرات الصغيرة لزمن يصل إلى بضعة ملايين من السنين، بينما نحتاج في الإنسان إلى أكثر من 100 مليون عام. أكثر من 100 مليون عام لتثبيت طفرتين اثنتين نافعتين. هذا في دراسة أجريت في الأصل للدفاع عن نظرية التطور والرد على من ينتقد النظرية ويشكك فيها. لكن تتوصل الدراسة إلى أننا نحتاج أكثر من 100 مليون عام. وبما أنه بين الإنسان
والسلف المشترك المزعوم أكثر من 60 مليون طفرة، فاضرب واحسب 60 مليون طفرة في 100 مليون عام لكل طفرتين، نحتاج إلى أضعاف أضعاف عمر الكون حتى نحصل على نوع واحد جديد. العلم والاحتمالات يقولان لك التطور خطأ ومحال، التطور لا يعمل. ولذلك عالم الأحياء التطورية لين مارجلس ودوريان سيغان اعترف في تقرير علمي أننا لم نستطع اقتفاء دليل واحد مباشر على ظهور أنواع جديدة، سواء كان في جزر جالاباغوس البعيدة أو في أقفاص مختبرات ذبابة الفاكهة أو في الرسوبات المتكدسة. لا يزال الدليل الحاسم على التطور مفقوداً، فكل ما رصدناه هو مجرد تغيرات ضمن النوع الواحد. فزيادة نسبة العث المفلفل خلال الثورة الصناعية لم يكن أكثر من مجرد تنوع لوني ضمن إطار العث نفسه. وعلوم الهندسة الوراثية وفرت لنا أبقاراً وفيرة باللحم وذرة أغنى بالبروتين، لكن الماشية ظلت ماشية، والذرة بقيت كما هي ذرة، والعث ظل كما هو عثاً. تم استنفاذ التنوع في كثير من الكائنات الحية لأقصى حد، ولم يعد بالإمكان حصول المزيد من التغير فيها، ومع ذلك لم يظهر نوع جديد على الإطلاق. ولذلك تقرر مجلة علم الأحياء النمائي Developmental Biology تقرر في مقال لها اشترك فيه مجموعة من علماء الأحياء أن التغيرات في مجال الهندسة الوراثية قد تؤدي إلى التكيف مع البيئة، لكن هذا لا يعني ظهور الأصلح. يكمل المقال ويقول: ويبدو أن مشكلة داروين أصل الأنواع تبقى مشكلة غير محلولة. كانت نظرية التطور أملاً يكافح بقوة، وما زال يكافح ضد البيانات الرصدية والتجريبية. لذلك توصيف نظرية التطور باعتبارها نظرية هذا في حد ذاته مشكل، فهي لم ترق بعد لتوصف بأنها نظرية. وهذا كلام الحائز على نوبل إرنست شاين، يقول من العسير وصف نظرية التطور أنها نظرية. It can hardly be called a theory. فهذا حال النظرية مفلسة تجريبياً ورصدياً، لهذا كان من الطبيعي أنها تحاول التمحك في ظلال التكيف. فتسمي التكيف ضمن إطار النوع الواحد تسميه التطور الصغير. مسكينة تحاول اللعب بالألفاظ. واجب الحلقة اليوم هو أن نواصل القراءة في كتاب 40 خطأً في نظرية التطور. سنقرأ ما تبقى من الكتاب حتى موعد الحلقة القادمة إن شاء الله. رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيراً، والسلام عليكم.